مرحبا بكم. لقد سمعتم في الآونة الأخيرة باهتمام بعض الشيوخ العرب بنساء شهيرات. هؤلاء الشيوخ مشهورون على مستوى العالم كله وليس في بلادهم فقط، حيث أن العهد الذي تحصل عليه الدول العربية من البترول والذي بأراضيها كافيا لارتفاع المستوى الاقتصادي للبلاد، إلا أن ذلك الوضع أحيانا ما يعود بالسلب، فامتلاك الرجال ثروة ضخمة يعد عامل جذب لبعض النساء. أينتابكم الفضول حول كيفية معيشة زوجات رجال الأعمال العرب؟ فلنشاهد سويا الإجابة عن هذا السؤال بهذا الفيديو. ولكن قبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. المغنية الشهيرة ريانا. تعلق قلب المطرب ريانا بأحد الأثرياء العرب، الأمر الذي قد تم إنكاره في البداية، إلا أن الصورة التي التقطت مؤخرا قد أثبتت صحته، حيث ظهرت بها المطرب ريانا بصحبة رجل الأعمال حسان جميل في وضع حميمي وداخل إحدى الفنادق الكبيرة. ويقال أن ثروة رجل الأعمال السعودي حسان جميل البالغ من العمر 30 عاما تصل إلى 1.5 مليار دولار، فهو يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة العائلة التي تملك الوكيل الحصري لشركة تويوتا، وبهذا الشكل أصبح أحد رجال الأعمال المعروفين. ويعرف حسان جميل بسعيه وراء مشاهير هوليوود أمثال نعومي كامبل وغيرها، إلا أن مسألة زواجه أوحد الكثير من الأسئلة حول ذلك الموضوع. الأثرياء العرب لا يعرفون حدودا، يبتاعون الطائرات الضخمة والواسعة وهي فارغة من الداخل، ومن ثم يقومون بتطويرها حتى يزيد سعرها للضعف. فعلى سبيل المثال الطائرة 8 747 أطول طائرة بالعالم، والتي كان سعرها 356.9 مليون دولار وبعد التطورات أصبح سعرها 700 مليون دولار. لذا وفي أجواء مثل تلك فإن عدد النساء التي يرغبن بالزواج من رجال عرب ليس بالقليل، حتى أن الأثرياء العرب يمكنهم الزواج من 2 أو 3 نسوة. رانيا عبد الله. الزوجة الثانية للملك عبد الله ملك الأردن أصبحت الآن من أكثر الأسماء المعروفة بالعالم. تجاوزت قادة العالم بأتباعها الذين تجاوز عددهم 10 ملايين، وقد بذلت جهودا واسعة من أجل تحسين صورة المرأة العربية المسلمة لدى وسائل الإعلام الغربية، وأنهن سيحاربن إلى النهاية من أجل التمتع بالحرية. تلك الطفلة الفلسطينية التي فجأة تحولت حياتها إلى قصة خيالية، حيث التقت بملك الأردن الملك عبد الله في حفل عشاء. نشأ بين الاثنين علاقة حب انتهت بالزواج، وبعدها بفترة قصيرة لم تتجاوز 6 أشهر فقد تزوج الاثنان في 10 من يوليو من عام 1993، ويبدي الاثنان دائما فرحتهما، وأنجب الابن الأول لهما بعد 1 عام من الزواج. ولد الأمير حسين عام 1994 ليصبح ولي العهد للمملكة الأردنية، أي أنه بعد وفاة والده سيتولى الحكم، فهي دائما ما تتصدر أخبار المملكة والتي تتجاوز ثروتها ثروة زوجها في المجلات اليومية، وهي أيضا تحتل المركز 80 في القائمة والتي أصدرت لأقوى 100 امرأة بالعالم. أسماء الأسد. زوجة بشار الأسد والتي انتقدها الشعب بسبب حياة الترف التي تعيشها، لذا أطلق عليها ذات القلب القاسي. هي تفضل دائما البعد عن الحرب داخل سوريا، فقد كانت تذهب خارج البلاد نتيجة الحرب، فقد ذهبت سابقا إلى براغ أثناء الحرب وطلبت شمعدانا بمبلغ 270,000 استرليني. أسماء الأسد لا تتناول حتى من طعام بلدها، فهي أيضا تطلب طعامها من بلاد الغرب، وتقول عن ذلك أن أطفالها 3 لا يرغبون بتناول الطعام من المطبخ السوري. هي تريد أن تجعل من ولدها رئيسا للبلاد حتى تزيد من ثروتها. لذا يعد من أكثر الأسئلة المطروحة كيف استطاعت ذات القلب القاسي أن ترتبط ببشار الأسد. سلمى بناني. التقت بالملك محمد السادس ملك المغرب في حفل خاص في عام 1999 وتزوجت به في عام 2002. ولدت سلمى في عام 1976 في عائلة متوسطة الحال، وتوفيت والدتها وهي صغيرة، لذا قامت جدتها بتربيتها. سلمى ملكة المغرب الأولى غير النبيلة، جذبت انتباه العالم كله إليها بجمالها ولباسها، فقد احتلت الصدارة في قائمة الأسماء المتبع أخبارها من قبل المغرب نتيجة هوسها بالترف والرفاهية. الشيخة موزة. الشيخة موزة هي زوجة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهي واحدة من 3 زوجات لها. دائما ما يحضرها معه أثناء نزهته خارج البلاد، فقد وصل حبه لها إلى ذروته، فكان إذا أعجبتها ملابس إحدى العلامات التجارية يقوم بشراء العلامة التجارية بدلا من الملابس،
وحصلت موزة بنت ناصر على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر، وأنجبت 7 أطفال من ملك قطر. ومنذ عام 2003 أصبحت تتولى رئاسة مؤسسة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، فهي امرأة لها نشاطات بالبلاد تميزها عن باقي الملكات العرب. ويقوم مصمم الأزياء المشهورين بإعداد كل فستان، حذاء وحقيبة ترتديها. في إحدى زيارتها لباريس قامت بارتداء ملابس جيم بول وحذاء كريستيان لوبيتان مزينة خصرها بحزام من اللؤلؤ والألماس. وهي أيضا من محب الممثل التركي تاتلي توغ. وفي السنوات الماضية أتت الأميرة مع موكب مكون من 30 شخص إلى إسطنبول، وحينها أرادت احتساء الشاي مع تاتلي توغ بمطعم الفندق، إلا أن طلبها تم مقابلته بالرفض نتيجة وجوده حينها خارج البلاد. هيا بنت الحسين. إن هيا بنت الحسين هي ابنة ملك الأردن، وهي الزوجة الأصغر للملك محمد بن راشد آل مكتوم، والبالغ من العمر 64 عاما. هو حاكم دبي المطلق ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. هي واحدة من أكثر النساء شهرة في الشرق الأوسط بجمالها، بالإضافة إلى ذلك اعتادت الأميرة أن تكون من الرياضيين الذين انضموا إلى الألعاب الأولمبية. عاشت الأميرة حياة كما تريدها تماما. دينا عبد العزيز آل سعود. دينا متزوجة من الأمير السعودي عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ولديها 3 أطفال، بنت واحدة وولدين توأم. عاشت بتركيا لفترة طويلة، وهي صاحبة بوتيك دي أن آي المشهور بالرياض، والذي من أجله حضرت العديد من أسابيع الموضة إلى الآن. لذا قام مصمم الأزياء بعمل تصميمات خاصة للأميرة، والتي تشاهد العروض من الصف الأمامي، منها الشادور الذي لم يكن أسلوب الموضة في الشرق الأوسط. دائما ما ترتدي التنورات القصيرة، حيث أنها لا تفضل ارتداء البنطال. أميرة الطويل. كانت الأميرة أميرة الطويل من النساء التي رفضن ارتداء الشادور وفضلت ارتداء الملابس العصرية. كانت تقود السيارة رغم مخالفة ذلك للقانون الذي يمنع قيادة النساء للسيارات. درست بجامعة أمريكية، ومن رأيها أن جميع النساء لها الحق في الاختيار بخصوص التعليم. سارة بنت طلال بن عبد العزيز. سارة بنت طلال الأميرة الشقراء، تعرف أيضا بباربي السعودية، تعيش في لندن منذ عام 2007 بدعوى أن السعوديين كانوا يرغبون باختطافها. وفي الوقت الذي شعرت فيه بعدم الأمان في بلدها، وجدت عرضا بالإقامة في إنجلترا. نشأت صراعات بينها وبين أخيها إثر ترك والدتها لتركة قدرها 500 مليون دولار. مهرة محمد ابنة أمير دبي. مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووالدتها يونانية. ولدت مهرة في عام 1994، وقد أوضحت من خلال صفحتها الخاصة تقديرها لجميع الآراء والأعراف المختلفة. تجولت مع والدتها في الكثير من البلاد، ولديها شغف كبير بالحيوانات وليس بالرياضة فقط، وبالأخص الحصان العربي الأصيل. يعد جمالها وثراؤها سببا لغيرة الكثير من النساء، أما ثروتها فلا يوجد معلومات حولها. أميرة السويد فيكتوريا. أميرة السويد وولية العهد التي تلاحقها عيون أوروبا، تعيش حياة مرفهة وتهتم بزيها ومظهرها كثيرا. وفي 19 من يونيو من عام 2010 تزوجت من مدرب اللياقة دانيال بعد قصة حب دامت 8 سنوات، واجهت خلالها رفض والدها الملك كارل 16 لهذا الزواج، ولكن في النهاية تزوجته وتكلف هذا العرس 3 ملايين من الدولارات. ويعتبر من أهم الأعراس في أوروبا، حضره العديد من الضيوف. إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا. ثروتها تقريبا 535 مليون دولار، وتعتبر من أغنى سيدات العالم. تعيش مع عائلتها في القصر الملكي منذ عام 1936 عند تولي والدها العرش. تتمتع الملكة بالكثير من المقتنيات الثمينة من المجوهرات وغيرها، ومجوهراتها الشخصية تقدر بالملايين. كيت ميدلتون أميرة إنجلترا وزوجة الأمير ويليام، السيدة الثانية في القصر بعد الملكة إليزابيث الثانية. تغيرت حياتها تماما بعد زواجها من ويليام، وأصبح لديها مسؤوليات الأميرة. تحب العطلة كثيرا، وتحب التجول بين البلاد ودائما، ودائما ما تتحدث وسائل الإعلام عن أزيائها. ولها هي وزوجها الأمير ثروة كبيرة تقدر بالملايين. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.